مستبيتش عجباك الاغاني دي؟ ها يا اي هاد ذا سونج وين وي كيم هير وذ ماي ميلودي سان داونز. انا فاكر الاغنيه لما جينا هنا مع ميلودي سان داونز. اي هاد ذا سونج عندي الاغنيه اللي كان جماهير الاهلي شغاله قدامنا مع سان داونز, وعندي الاغنيه كانت شغاله في قطر. اند واز ذا فيرست تايم اي اكسبيرينس ذا الي. كان اول مره ليا تجربه مع النادي الاهلي ومع الجماهير, لان كان في جماهير في قطر مفيش جماهير في مصر, وكان اول تجربه. انا عندي تجربه الجماهير من الناحيه العكسيه لما كنت مع سان داونز وجماهير الاهلي كانت موجوده. ذا اوبوزيت سايد. We move away from corona. موضوع كورونا والعزل اللي حصل للجماهير, ان شاء الله لما الجماهير تروح ان شاء الله هنرجع نشوف الجماهير تاني. بمناسبه ان احنا بنتكلم على الجماهير, اعتقد ان وقطر يعني او كاس العالم, اعتقد وقوف جماهير النادي الاهلي في كاس العالم مع حضرتك, وايضا خصوصا بعد الفتره الاخيره بعد الهجوم عليك من بعض الجماهير في سان داونز, اعتقد ان وقفه جمهور الاهلي فرقت معاك كتير قوي. They gave me love. هو بيحب ادوني حب كبير الجماهير. In my country. خلوني انسى ان في بلدي تجربتي اللي حصلت معايا في بلدي حسسوني في عندي بيت تاني, عندي بيت تاني, وطن تاني بعيد عن الوطن, بعيد عن بيتي. Away from home. انا حاسس ان ده صعب جدا بجيلك التقدير من مكان غير بيتك, بس ده بقى بيتي خلصنا الاهلي. When we first went to the World Cup. اول ما روحت كاس العالم في الاول كان اول مره اشوف الجماهير طبعا the airport. في المطار استقبال الجماهير في المطار بيغنوا اغاني تشجيع كابتن بيبو's name. بيتفق اسم كابتن الخطيب كابتن بيبو. طبعا هو اسم جميل واسم اسم رائع, والجماهير كلها بتحب كابتن الخطيب. وانا فهمت ليه الحفاوه دي, عرفت ليه هو رئيس النادي الاهلي, حفاوه الجماهير. لكن خارج الفندق 1 a.m. 2 a.m. واحدة الصبح 2 صباحا تسمع الاغاني, اغاني جماهير, جماهير بتغني بره في الشارع. كوتش صدقني لسه ما شفتش. يودين سي لما تلاقي الملعب استاد القاهره وفي 120 الف متفرج, مختار التتش ده كان التدريبه بيبقى مليان على اخرها. يعني الحاجات دي ان شاء الله ما موضوع كورونا ده يخلص ان شاء الله, يعني هتشوف حاجات يعني اعتقد دي هتبقى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بس تخلص من موضوع كورونا ده. طب ما تسمعنا كده يا سمر, سمعنا كده كان وي ليسن فور ذيس. سمعنا يا سمر. حاجه حلوه جدا, حاجه حلوه جدا, يعني اللي عامل الحاجه دي حاجه حلوه جدا, وحاجه قد ايه جمهور النادي الاهلي ده عظيم في كل شيء الحقيقه. يعني يا از فيري هامبلينج فور ذوز سبورترز وذ ذا بانر اوف ماي فيس. طبعا حاجه يعني ده شعور جميل لما عادته ماسكين لوحه عليها صورتي من جماهير وبيهتفوا اسمي. انا حسيت جسمي اشعر, انا حسيت دمعت دلوقتي. You feel humbled. You feel that God is great. إن ربنا عظيم. قد إيه بعظمة ربنا. And I'm in the right place. بتشعر بتواضع, بتحس إن أنت في المكان الصحيح. الحمد لله. الحمد لله. And I like when they the support that they have. حبيت لما الجماهير for Zakaria.
المؤمن زكريا بيحتفل المؤمن زكريا وبيحتفل بحط ايدين على ودانه. I'm happy that I met him. انا سعيد جدا انا قابلته في يوم من الايام مؤمن زكريا. He knows my name. انا ما كنتش عارف انه يعرف اسمي، طلع يعرفني مؤمن زكريا. رحت مع كابتن خطيب وادينا له الكاس، كانت لحظه خاصه بالنسبه لي وخاصه بالنسبه للاعب كمان. ان وريه ان هو بالظروف الصعبه اللي بتعدي عليها، ظروف حزينه، بس ربنا عظيم. ربنا العظيم هو كويس الحمد لله لغايه دلوقتي. ان شاء الله يرجع ويكسر الدنيا ويلعب ويبقى احسن من الاول، وده احساس داخلي. ان شاء الله تبقى بركه الدعاء 70 80 مليون اهلاوي بيدعوا لمؤمن زكريا.